سيانورادو. سيانورادو. استاذين كنتوا شايفين الملف البي دي اف اللي انا فاتحه بتاع شابتر 2 تعالى ده يا دكتور الشير من الظهر. مش باين شير. طيب ثانية واحدة نشوف شير من الظهر. كده يا شباب ظاهر. اه تمام كده. المحاضرة بتاعت النهاردة محاضرة مهمة جدا، في أسئلة كتير منها هتيجي في آخر السنة، فرجاء إن الناس تركز بالذات الحاجات اللي أنا أقول إن أنا هجيبها يعني. فالمحاضرة عبارة عن جزئين، ده الجزء الأولاني حاجة اسمها الماسونري أسامبلج. الماسونري أسامبلج ديت تلاقي عينات الحوائط. إحنا عينات الحوائط دي بنحتاجها نعملها إمتى؟ لما المنشأ يبقى منشأ أثري وملوش ولا لوح ولا أي داتا، وأنا عايز أعمل ريبير أو أعمل ديزاين ليه وما عنديش أي داتا، فبلجأ ساعتها لأن أنا أعمل عينات من الطوب اللي موجود في المنشأ، باخد عينات منه وأعمل عينات في المعمل عشان أدرس أربع حاجات مهمة جدا أنا محتاج أدرسه. إيه هم بقى الأربع حاجات اللي أنا محتاج أدرسهم دول؟ اول حاجه عندي الاكسيال كومبريشن. المنشا الاثري ده ما بقاش انا عارف الحجر هيقدر يشيل قد ايه كومبريسيف سترينث، فانا باخد عينه من الاحجار من المنشا واروح اختبرها في المعمل فاعرف الاكسيال كومبريشن قد ايه. في حاجه تانية كمان مهمه بقى محتاج ان انا اعرفها، حاجه اسمها الفليكشر تنسايل سترينث اوف اوت اوف بلين. ده الحيطه بتاعتي تقدر تشيل قد ايه تنشن نتيجه الزلازل او نتيجه الرياح. فدي برضو باخد عينات من الطوب واعمل عينات معينه هنعرف شكلها ايه واختبر هي تقدر تشيل اوت اوف بلينا دي. تالت حاجه عندنا اللي هي الشير، انا محتاج اعرف الشير سترينث بتاع المونه اللي موجود بين وحدات البنى يقدر يكون قد ايه، ايه الرقم اللي تقدر تشيله هي كشير. اخر حاجه في حاجه اسمها الامبلين تنسايل سترينث. الامبلين تنسايل سترينث ده عباره عن حاجتين مع بعض، حمل راسي وحمل افقي الاثنين مع بعض بيتحللوا وبيطلع حاجه اسمها الامبلين تنسايل سترينث. تعال نشوف بقى شكل العينات اللي انت المفروض تعرفها للاكسيال والاوتو بلين وللشير والامبلين. السلايد ديت ظاهرة قدامكم فيجر 2.1. ظاهرة يا دكتور. الشكل ده لو انا النهارده عندي الطوب بتاعي مصمت فباخد خمس طوبات زي الفيجر رقم ايه كده واروح ابنيهم بالمونه اللي هي اللي فيها جير واروح المعمل اختبرهم under axial compression اقدر اعرف هي الطوب بتاعي اليونت بتاعتي تقدر تشيل حملة دي كومبريسيف ستريس. ده لو كان حائط أثري. لو انتوا بتدرسوا حائط مودرن لسه جديد ومعمول بلوكات ممكن تقدر تختبر اتنين بلوك في بعض او بلوك ونصين او تلات بلوكات في بعض، التلاتة اكسبتد بس التلات اشكال اللي تحت دول مش للمباني الأثرية، الشكل اللي فوق هو ده للمباني الأثرية بس. ده كده اول اسمبلج انا محتاج ان انا اعرفه، يعني ما اجي اقول لك ارسم لي الاسامبلج بتاع الاكسيال كومبريشن للهيستوريك ميسونري وولز هترسم خمس طوبات وتقول لي ان انا هختبرهم في المكنه اندر اكسيال كومبريشن. لما بنيجي نختبر في المكنه ساعات كتير البلوكات دي بتبقى طالعه بره الفك بتاع المكنه الاخضر ده، فالحمل ما بيبقاش منتظم فبنضطر نستخدم بليت حديد كبير وليه سيكنس كبير عشان اضمن ان الفورس نفسها والاسترس هيحصل لها توزيع على الاسامبلج بتاعي. الشكل ده انت مش مطالب بيه انا بس بقوله لك عشان تبقى انت فاهم يعني مش اكتر. لما بيجي نختبر العينات بتاعتي under axial compression مهم جدا ان احنا نعرف الكاباسيتي ونقدر نعرف هو هيشيل قد ايه ونقدر كمان نعرف شكل الفيلير ايه عشان لما اجي اشوف
اي حيطه مكسوره في السايت او فيها فيلير في السايت بنفس الشكل ده، انا عارف ان الحيطه دي حصل لها فيلير نتيجه انها مش قادره تشيل الحمل الراسي under axial compression. ونيجي نبص كده على العينات ديت، ساعات لو العينه قصيره بتلاقي ان الاطراف هي اللي بتتكسر، بيحصل لها زي كون كده. لو العينه عاليه بيحصل ان العينه بالكامل بيحصل لها فيلير. ده تأثير الباكلينج معايا، ارتفاع الحيطة بتاعتي تفرق معايا في شكل المودو فيلير. طيب ايه العوامل اللي بتأثر ان الحوائط دي تشيل حمل كبير او تشيل حمل متوسط او حمل قليل؟ في 9 عوامل عندنا. اول حاجة اليونت جيومتري، اللي هي اليونت الطوبة نفسها هي ابعادها كام في كام. تاني حاجة البريزم هايت نوصف بيه اللي هي الاسمبلج، احنا عاملين اسمبلج ارتفاعها كام؟ 50 سنتي ولا متر ولا متر ونص، على حسب الارتفاع بتاع اليونت. تالت حاجة السترينث بتاع المورتر، المورتر ده قوي ولا ضعيف. رابع حاجة اليونت سترينث، هي المونة نفسها الطوبة نفسها قوية ولا ضعيفة. خامس حاجة عندنا اللي هي مقاومة الاند بليت، الستيل بليت اللي بيتحط ده لما بيتحط يبقى صغير غير لما بيتحط والسكنس بتاعه كبير، ده بيفرق معايا في النتائج. سادس حاجة البوند باترن، البوند باترن اللي هي الترابط بين اليونتس وبين بعضها. سابع حاجة عندنا السكنس بتاع المورتر، والمورتر معمول ايه، نص سنتي ولا سنتي ولا 2 سنتي. تامن حاجة المورتر بيت جوينت، هو المورتر ده المسطح بتاعه قد ايه. تاسع حاجة لو انا حاطط جراوت في المنشأ، لو انا المنشأ ده بعمل له ترميم او ريبير. التسع عوامل دول مهمين وهيجوا في الامتحان، ايه العوامل اللي بتأثر على البريزم استرنس. نيجي كمان نختبر الاكسيال كومبريشن، لازم بنرسم علاقة ما بين السترين والاسترس عشان نقدر نعرف ايه اقصى سترين هتقدر تستحملها الحيطة، بعد كده خلاص بيحصلها فيلير. من العلاقة ما بين السترين والاسترس نقدر نجيب اليانجز مودلس، ده من اهمية ليه احنا بنرسم علاقة ما بين السترس والاسترين. في كيرف صغير كده فوق انا رسمه، الكيرف ده مهم انا بجيبه في الامتحان باستمرار، ده العلاقه ما بين السترين والستريس لليونت وللبريز ده هنا لو انا بختبر مونة بس، هنا لو انا بختبر يونت اللي هي الطوبه بس، هنا لو انا بختبر الحيطه بقى الاسامبلج نفسها. الكيرف ده مهم، السترين والستريس. من الحاجات المهمة كمان اللي هي الاوت اوف بلين، تعال نشوف شكل الاوت اوف بلين العينات بتاعتنا اللي هي بتيجي نتيجة الويند او الارث كويك او الارث بريشر سنترستي. الحيطة بتاعتنا ممكن المومنت يأثر يا اما في اتجاه حاجة اسمها نورمال تو بيت جوينت، يعني عمودي على البيت جوينت، البيت جوينت اللي هي المونة الأفقية كده اللي هي دي، والهيد جوينت المونة الرأسية. فالمومنت بتاع ده لما يجي عمودي على البيت جوينت فده شكل الاختبار بتاع تمبلش بتاع عينة اوت اوف ويند نورمال تو بيت جوينت. طيب في اختبار تاني كمان، لو كان المومنت بارل للبيت جوينت، بص ادي البيت جوينت الخطوط الحمراء اهي، فالمومنت هنا بارل للبيت جوينت مش نورمال. هنا انا بشوف لما باجي ارسم الاختبار بشوف الطوبه بكامل طولها، هنا لما كنت بختبر الناحيه الثانيه كنت بشوف عرض الطوبه. تقدر تعرف ده بيت جوينت ولا بيت جوينت نورمال ولا بارل من عرض الطوبه. هنا بص الطوبة هنا انا شايف البعد الصغير في الاختبار، هنا كده انا هشوف البعد الكبير. طبعا لو انت بتختبر
الاختبار ده، ساعات المونة تفرق معايا وساعات المونة ما تفرقش معايا، وساعات اليون فيلير بيجي في الحتة الضعيفة. لو المونة ضعيفة هي اللي هتنهار الأول، لو الطوبة ضعيفة هي اللي هتنهار الأول، لو الاثنين ضعاف هما اللي هينهاروا مع بعض. فأنت مطالب بالشكل ده للتنشن البارل بيند، مطالب بالشكل دكتور، التنشن اللي نورمال للبي جوينت. اتفضل يا باشمهندس. لو سمحت يا دكتور الصوت بيقطع قوي. اعيد تاني. اللي فاتت ايوه ما سمعتش، في مشكله في النت عندي. ممكن حد يقول لي بس اخر حاجه اسمعها ايه؟ ممكن حته البيت جوينت تاني يا دكتور؟ تاني، احنا عاملين نختبر الاوت اوف بلين للحيطه. الحيطه دي هيحصل لها مومنت اوت اوف بلين نتيجه الزلازل او الرياح بتاعي، يا اما ياثر عمودي على البيت جوينت. ادي كده البيت جوينت اهو، دول من البيت جوينت، المومنت هنا عمودي عليهم، او ممكن المومنت يجي موازي للبيت جوينت. ادي البيت جوينت اهيت الحمرا دي، المومنت هنا موازي للبيت جوينت. انا بختبر الحيطه مره نورمال ومره بارلل عشان اشوف مقاومتها للزلازل وللرياح في الحالتين. كان شكل المود اوف فيلير زي ما انا قلت، يا اما ان المونه ضعيفه فيحصل كده عند المونه او كده، او ممكن يحصل زجزاج، ممكن الاثنين يتكسروا مع بعض على حسب مين الاضعف. طبعا احنا بنشوف المود اوف فيلير بيساعدنا لما ننزل السايت نفهم ان ده اوت اوف بلين او ده لا والله ده اكسيال، على حسب المود اوف فيلير. ده شكل المومنت لو هو جاي على الايدج، الفيلير هيجي في النص كده، او لو هو جاي على الايدج والمونه ضعيفه هيحصل زجزاج كده. لو المومنت جاي في الاثنين ايدج اللي فوق وتحت ممكن يحصل فيلير افقي او يحصل زجزاج كده دايجونال او الشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ممكن بشكل زي شبه منحرف او ممكن حاجه مثلثه كده لو ان هي كانت من فوق فري. دي شكل حيطه اختبرناها في المعمل، ده الفيلير بتاعنا. طيب احنا عندنا كمان مفروض رقم 3 في العينات بتاعت الحوائط اللي احنا المفروض نكون عارفينها، مقاومة الشير. هي الشير في المونة في البيت جوين قد ايه؟ تعرف ترس شكل الاختبار نفسه. انا مش عارف والله، ان النت عندي منتظمة. كل الناس يا شباب الصوت بيقطع عندها ولا عند حد بس؟ طيب مش عارف بقى. طيب يعني كل شوية ما تسمعوش حاجة قولوا لي فانا هقف واعيدها. تمام يا دكتور. العينات اللي انت مفروض تعرفها عشان اختبر الشير، الشير ده هو عبارة عن مقاومة المونة في الخطين دولم كده هنا وهنا، او مقاومة المونة هنا في الخطين دولم كده، او مقاومة المونة هنا كده، او مقاومة المونة في الشكل ده. احنا عندنا اربع انواع من التست. طب الاختبار اللي احنا تملي بنستخدمه هو الاولاني ده اسهلهم.
الاختبار ده صعب جدا وده صعب وده. التلاتة دول احنا بنستخدمهمش. انا بالنسبة لي لو انت رسمت لي بس التلاتة دول وقلت لي ان ده اللي انا اللي هو الكومن اللي انا بستخدمه خلاص كفاية. انا كمان شوية ممكن اوريه برزنتيشن للشكل ده في المعمل احنا ازاي بنعمله. بس دي كده شكل العينات اللي احنا بنختبرها. ده كده عشان اجيب مقاومة البيت جوينت للشيرة دي. طبعا هنا دابيو ثابت وده ثابت وبنضغط على الطوبة دي. فبنضغط عليها الشير هنا بتاع المونة بيفضل يقاوم الحمل لغاية ما يحصل له فيلير خلاص الطوبة دي بتقع. او ساعات دي بتقع ثابتة ودي ثابتة ونجيب طوبتين ما بينهم ونضغط الطوبتين يقع في ما بينهم فويد. او لما الطوبة تتحرك خلاص في الفويد يقع حصل لها فيلير. او ساعات نثبت الطوبتين كده بالشكل الغريب دوت ونضغط هنا ونضغط هنا فيطلع الشير قد ايه سترينث. بس ده في المعمل مش سهل ان احنا نختبره. وده نفس الكلام انت مطلوب تعرف الاشكال وتقول لي ان ده هو اكتر واحد ابليكابل او متاح ان احنا نقدر نستخدمه. اخر حاجة عندنا الامبلين تنسايل سترينث. احنا بنعمل معلش الاختبار ده عشان نقدر تاني يا باشمهندسة ما سمعتش. معلش هو ممكن بس حضرتك تقول لنا انهي نوع اكتر عشان الصوت مرحل شويه عن الـ عن البرزنتيشن. الاولاني تمام شكرا. اول واحد من ناحيه الشمال رقم اي بنسميه احنا التريبل. تاني اختبار عندنا الامبلين وده بنختبره عشان نعرف لو الحيطة اتعرضت لحملين في نفس الوقت افقي ورأسي في نفس الوقت هتشيل قد ايه. شكل الاختبار بيبقى عبارة عن عينة كده مربعة. احنا هنا ادي 1 2 3 4 5 6 بثلاث طوبات يعني 6 صفوف في 3 مدانين. يعني دي تقريبا بتوع حوالي 60 سنتي في 60 سنتي 50 سنتي في 50 سنتي على حسب اليونت بتاعنا. بس في الغالب بتطلع 60 في 60. العينة دي ليها 3 بوزيشن. هنشوف دلوقتي ايه الاوضاع ازاي نختبر الامبلين مع بعض. لكن مقاومة الامبلين بتتأثر بالمورتر تايب المورتر الجراوت سترينث لو انا عندي الجراوت الاسترينس بتاع الميسونري يونت اللي هي الطوبة نفسها او الحجر نفسه. الاشكال اللي عندنا او الاورينتيشن اللي عندنا 3 بوزيشن لشكل الاختبار. لاما العينة بتاعتي الحمل بالنسبة لها زيرو جاي رأسي. لاما ان العينة نفسها مايلة بزاوية 45. لاما ان الحمل نفسه جاي على خطوط البيت جوينت على طول. الاورينتيشن زيرو هنا اللي بيقاوم الحمل كله هو عبارة عن اليونت او جزء كبير هو اليونت. 45 الاتنين مع بعض. 90 في الغالب اللي قاومه بجزء كبير هو المونة بس. فاحنا بنشوف الوضع بتاع الاورينتيشن 90 وزاوية 45. انت لما اقول لك ارسم لي شكل العينات في الامبلين للديفرنت اورينتيشن او ديفرنت بوزيشن ترسم لي زاويه 0 وزاويه 45 وزاويه 90. عشان تعرف ان الزاويه بتفرق ولا لا في مقاومه الامبلين ادي النتائج بتاعه العينه 0. بص هنا المقاومه كانت هنا وادي النتائج بتاعه العينه ال 45 المقاومه هنا اهو ده وادي العينه الزيرو سوري 90 المقاومة اهي. فالتسعين اقل 45 متوسط الزيرو اعلى. هنا بقى لو انا عندي جراوت هيحصل ان انا الجراوت مش هيفرق معايا في الزاوية الزيرو لكن هيفرق معايا في الزاوية 45 ويفرق معايا في الزاوية 90. ده معناه ايه؟ معناه ان المونة نفسها اللي ما بين اليونت قويت بدل ما كانت مونة ضعيفة المونة نفسها قويت.
عشان كده الامبلين زاد. فالامبلين بيتأثر جامد جدا بالمونة واذا كان في جراوت ولا مفيش جراوت. جزء الاولاني من المحاضرة الهدف منه ان انت تعرف ان احنا ما عندناش داتا لكل منشأ تقول هو هيشيل قد ايه اكسيال، هيشيل قد ايه اوتو بلين، هيشيل قد ايه شير، قد ايه امبلين. فالحل ان انت بتاخد عينات وتروح في المعمل تختبره عشان تطلع المقاومة اللي انت هتطلعها في الديزاين. ماشي يا شباب؟ انت مطالب بشكل عينات كل اختبار من دولة ازاي ان انا اقدر اختبر اكسل او توبلين او شير او امبلين والعوامل اللي بتأثر على كل اختبار منه. حد دي سؤال في الجزء الاولاني يا شباب؟ يا شباب تمام يا دكتور. طيب نخش على الجزء الثاني من المحاضرة. الجزء الثاني من المحاضرة كان في حد مرة في المحاضرات قال انا كنت متوقع ان انا اشوف هي ازاي ان احنا نقدر نعمل ريبير للحوادث التاريخية. فالجزء ده بتاع المحاضرة ازاي ان احنا بنعمل ريبير للهيستوريك ميسونري وول، ازاي بقى بنرمم، ايه اللي احنا ممكن بقى نعمله. الجزء ده هيجي منه برضو اسئله وهقول لكم ايه المهم اللي احنا نركز عليه. اول حاجه عن اللي هي القيمه التاريخيه للمنشأ. المنشأ ده حاجه عن اثر، ما يعني ما ينفعش ان احنا نعمل له ريبير يبوظ شكله. عشان احط خرسانه او احط حديد او فايبر، لازم بحافظ على سهل للمنشأ. الصوت برضو رجع تاني دكتور. انت ممكن حضرتك يا شباب وتشغله تاني. طيب نقفل ونشغل تاني. شايفين شايفين شابتر 6؟ اه شايفينه بس الصوت بيقطع. الصوت بيقطع خالص الكلام. خلينا نقفل ونفتح تاني. طيب حاضر تمام. شباب الدنيا كده افضل كصوت ولا هي هي؟ دلوقتي احسن يا دكتور ان شاء الله. طيب دلوقتي انتوا شايفين اللي هي البرزنتيشن بتاع شابتر 6؟ اه تمام. طيب الجزء ده هو ازاي ان احنا بنقدر نعمل ريبير للحوائط اللي هي التاريخيه للمنشآت اللي هي الاثريه اللي عدى عليها مثلا 100 سنه، 1000 سنه، 2000، 5 وهكذا. احنا في الريبير لازم بنراعي ان احنا نحافظ على الشكل الاصلي للمنشأ نفسه، وتملي باستمرار المشاكل اللي مقابلنا في الريبير ان المنشأة دي تعرضت لزلازل او تعرضت لتلوث او حصل فرق هبوط نتيجة ان في مياه جوفية ولا حاجة، او ان البوند بتاع البيت جوين ضعيف. واخر حاجة عندنا ازاي ان احنا نختار ايه افضل طريقة ترميم، ايه افضل ريبير عندنا. الاول خلينا نشوف بعض الصور. دي مثلا عندنا منشآت واضح انها حصل لها دمج خالص من المية. دي ليه مثلا وكالة الغوري، مش عارف الازبلة بتاعت شارع الصليبة، الحتة بتاعت القرى الفاطمية. فبتلاقي معظم المباني خلاص حصلها ديتوريشنز اللي هي انهارت خلاص من العوامل الجوية.
في عندنا مثلا شكل زي كده واضح ان المية نفسها مبوظة خالص الحجر. في عندنا كمان منشآت اتكسر منها جزء، في بعض الحوائط وقعت خلاص بالكامل. في حاجات حصل لها زي فاصل ما بين الحوائط وبعضها زي الصورة هنا كده. طيب الأول احنا لازم نعرف ازاي ان احنا بقى كمان احنا قدامنا حاجتين، لما ناخد اليونيت نفسها ونروح نختبر في المعمل فنقدر نعرف القيم بتاعت الاكسيال والقيم بتاعت الشير والإن بلين والأوت أوف بلين. وساعات كمان بنيجي نعمل اختبارات في السايت تساعدنا ان احنا نطلع القيم ديت. عندنا الاختبارات بتاعت السايت، في حاجة عندنا اسمها الكور دريلينج، في عندنا الفيجوال انسبكشن، وفي عندنا الكيميكال اناليسيس، وفي عندنا حاجة اسمها الفلات جاك تكنيك، وفي عندنا البور هولز فيديو سيرفي. كل دول اساليب نقدر نعمل منهم من خلالهم انسبكشن على المنشأ بتاعي. خمس حاجات دول انت مطالب تعرف اساميهم: اختبار الكور، الفحص البصري، الفحص الكيميكال، الفلات جاك تكنيك، البور هول فيديو سيرفي. الخمسه دول انت مطالب ان انت تعرفهم. اول حاجه عندنا احنا ممكن بواسطه الكور ان احنا ناخد عينه من الاثر ونروح المعمل نختبرها، فده برضو من ضمن التولز اللي عندنا. لو انا مش عارف اطلع حجر مثلا 2 متر في 2 متر هنقله ازاي ده؟ فالحل ان انا اخد طبع عينه منه، لان ساعات الاحجار بتبقى ضخمه جدا. ده شكل المكنه بتاعت الكور. في عندنا الاختبار ده اسمه الفلات جاك تيست، ده اختبار ظريف جدا. انت ممكن ما تاخدش عينه من الطوب ولا تروح تبني، انت ممكن بالاختبار ده تقدر تعرف الكومبرسيف سترينث بتاعت الحيطه ازاي. ايه شكل الاختبار ده عشان نفهم؟ هرجع تاني للسلايد دي بس هوريكم شكل الفلات جاك ده شكله ايه عشان تفهموا بس الدنيا هتتم ازاي. الفلات جاك ده احنا بنيجي نفتح كده فتحه في الحيطه عن طريق المنشار دوت. الفلات جاك ده عباره عن بليت حديد كده ليه سيكونس بيعدي من خلاله اويل. الاويل ده ليه بامب بتضغطه جوه كده بحيث ان انا بعدي الزيت جوه البليت دوت، فالزيت بيضغط زي بيستم اكنه بيشتغل بيستم. فتلاقي هنا في الشكل ده هنا كده الجاك ده بيضغط على العينه من فوق والجاك التاني ده بيضغط على العينه من تحت، فالجزء ده كده من الحيطه بقى معرض لاكسيال كومبريشن. واقدر ان انا احط شويه ادوات تقيس لي الليست، فانا عندي فورس على اريا جيرت ستريس وعندي حاجه اسمها ال ال دي في دي، ده يقدر يجي يحسب لي السترينس بتاع الحيطه دي. فممكن ما اخدش ولا عينه من الحيطه ولا اخد الحيطه اروح اختبر عشان ما ابوظ شكل الاثر. ممكن بالفلات جاك تيست اقدر اختبر الحيطه نفسها تقدر تشيل اكسيال كومبريشن دي، واقدر ارسم علاقه ما بين الاستريس والسترين، واقدر ان انا كمان اطلع الماكسيمم سترين اللي هيحصل عندها الفيلير دي. دول اسمهم ال في دي تي ودول اسمهم فلات جاك. دول شكل البامب نفسها اللي بتضخ للفلات جاك في الحيطة دي. ده شكل الاختبار من بره. الراجل هو التكنيشن او الانجينير بيقيس الاسترين قد ايه، وادي الفلات جاك وادي الفلات جاك من تحت بيضغط على الحيطة. في عندنا اختبار تاني بيقيس الترابط بين اليونت وبعض عشان نقدر نعرف هي المونة دي
قوية ولا لا. الاختبار ده بيسموه وارش بوند تيست، ده عبارة عن بتجيب اتنين يونت وتربط ما بينهم بالمونة وتيجي تضغط هنا كده، فالحمل ده يعمل مومنت، فالمومنت ده يسبب لك تنشن. لو المونة دي ضعيفة تنهار بسرعة، لو المونة دي متوسطة تقاوم، لو المونة دي قوية تقدر تقاوم لغاية ما يحصل فيلير. فالمومنت عبارة عن بي في الاريا، يطلع لك الزراع العزم في الحمل، يطلع لك المومنت. المومنت تقدر تحسب هنا ام اوف واي على الاي، تقدر تجيب اقصى تنشن كان هنا دي، فتقدر من خلاله وتقدر تعرف البوند سترينث بين التو يونتس قد ايه. لما بنيجي نعمل ريبير للمنشآت الأثرية، ساعات كتير بيبقى المنشأ خلاص اتدمر، مش قادر ان انا الفلورز باظت، الحائط الداخلية باظت، كل حاجة باظت. فساعات كتير بيلجأوا لإيه؟ بيلجأوا انه يحافظوا على الواجهة الخارجية بس، دي يعملوا لها شورين كده تدعيم مؤقت، ويبنوا تاني المنشأ جوه اللي تهدم ده يبقى مودرن، كل الحاجات جوه مودرن. لكن لما انت تقعد بره تفتكر ان الاثر ده اثر قديم. كل المنشآت في اوروبا اللي عدى عليها اكتر من 75 سنة ما بيهدوهاش، بيسيبوا الواجهة الخارجية ويرجعوا يبنوا جوه بمنشأ جديد بقى خالص، فلات سلاب، سوليد سلاب، هولو بلوك، وافل، زي ما انت عايز، وسيستم تكييف جديد وسيستم صرف جديد وكل حاجة جديدة. بس انت وانت واقف بره تشوف المدينة، تحس ان هي المدينة دي كأنها معمولة من 200-300 سنة زي ما هي. ده نوع من انواع ان انت بتحافظ على شكل المدينة. المدينة انا ما كسرتهاش، لكن حافظت على الشكل الخارجي بس لا اضرار. ساعات كتير بتلاقي كده برضو، ده الشورينج نفسه. الشورينج عبارة عن زي ترس من الستيل بيحافظ على الواجهة الخارجية، بعدين تيجي انت تبني من ورا الواجهة الخارجية مبنى جديد خالص، بس اللي من بره المدينة شكل البيت القديم زي ما هو، احنا محدش شكله يعني. طيب ايه الاساليب بقى؟ احنا دلوقتي عرفنا احنا ممكن نطلع الاسترينس اللي احنا عايزينه، ونقدر نعرف من السايت المقاومة بتاعت الحوائط دي ازاي بقى احنا نقدر نعمل ريبير. في ثلاث طرق ريبير مشهورين جدا في المباني الاثرية لازم تكون انت عارفها، حاجة اسمها الجراوت انجكشن، وحاجة اسمها الانكرج، وحاجة اسمها الاسترتشين. ثلاثة دول انت مطالب تعرفهم، ثلاث طرق دول انت مطالب تعرفهم، ده هيجوا في الامتحان. اول طريقة بنستخدمها لما المنشأ في البداية يبقى فيه فاين كراكس. فاين كراكس يعني شروخ، بس شروخ بسيطة، المنشأ ما انهارش لكن حصل فيه شوية شروخ بسيطة. بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي ان احنا نحاول نحط بايبس، والبايبس دي هنبتدي نحقن جواها مادة قوية من الخرسانة اسمها جراويت. جراويت هي خرسانة قوية جدا، الكورس أجريج بتاعها حاجة صغيرة 4 ميلي 5 ميلي، مفيش كورس أجريج 20 ميلي أو 30 ميلي أو 10 ميلي، ده الكورس أجريج كبيره 6 ميلي 4 ميلي، حاجة صغيرة قوي. فاللي هيحصل إن الجراويت نفسه عن طريق بامب زي اللي انتوا شايفينها دي كده، دي مضخة بيتحط هنا الجراويت، والمضخة دي بواسطة موتور قوي بتضغط السائل ده بحيث يعدي جوه الكراكس، فالكراكس دي كلها خلاص تتملي، والأجريجت نفسها تملى الفراغات وتمسك اليونت ببعضها. دي شكل البامب، ممكن كمان يبقى شكلها كده، ده شكل الحقن بعد ما تمه. دي مليت كل الكراكس اللي موجودة. ممكن ساعات
لو حاجات بسيطة ممكن الحقن يبقى حقن يدوي مش شرط ميكانيكال. لو هي فاين كراكس بسيطة مش شرط ان انا اجيب بامب الكتريك يعني. ده منشأ كل ده هيتحين، كل ده فيه كراكس، وادي البامب اهيت. الطريقة التانية ان احنا ساعات نعمل حاجة اسمها انكورج. انكورج ان انا ساعات كتير في المنشآت الاثرية ديت الحوائط متقاش حيطة واحدة بس، بيبقوا اتنين ورا بعض ما بينهم حاجة اسمها الانفل. هوريكم كده حاجة في بداية المحاضرة نرجع لها. بصوا المنشأ ده من بره هنا في حيطين، ومن جوه هنا في حيطه تانية اهي، وبينهم في كسر حيطان. الحيطه دي اللي هي بلوكات اليونت نفسها هي باينه اهي، لكن ما بين الحيطين في كسر، وهنا نفس الكلام في كسر اهو. زمان عشان تتخيل الحيطان كان بيعرضها بساعات بيوصل متر واتنين متر ومتر ونص. فالحيطه دي عشان اعمل لها يونت واحجار كبيره كده بتبقى صعبه جدا. فساعات كانوا بيبنوا حيطة ووراها تاني حيطة ومبينهم انفل. ليه هو محتاج يكبر السيكنس بتاع الحيطة؟ عشان ارتفاع الحيطة كبير. ساعات الحيطة كانت بتوصل 20 متر و25 متر و30 متر. فعشان الحيطة دي ما حصلهاش باكلينج لازم يبقى عرضها كبير. ساعات كتير بيحصل ان الحيطة دي والحيطة ديت يفكوا عن بعض، دي تبقى لوحدها ودي لوحدها نتيجة الفيلير. فالحل من ضمن الحلول اللي عندنا ان احنا بنيجي نعمل ايه؟ نيجي نجيب زي دريلين كبير كده، مش شانيور ومش هيلتي، حاجة ضخمة، بحيث ان انا اخرم الحيطة الاولانية واخرم الانفل ده كسر الحجرة واخرم الحيطة اللي وراها، واجيب زراجين كبيرة من الستيل تعدي وروح رابط الحيطين مع بعض زي الشكل ده هنا كده، 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 بحيث ان الحيطه دي تتربط مع الحيطه اللي وراها. ساعات كنا بنوصل ان ال تعدي الحيطه الاولانيه والحيطه الثانيه حدد كده اسمه انكرج. اخلي الحيطتين مع بعض. خلاص دكتور مش سامعين. طيب نعيد تاني. اخر حاجه سمعتوها ايه؟ اللي هو بندخل اللي هو الزراجين. الزراجين ديت فايدتها ان هي بتربط الحوائط اللي هي مبنيه مش حيطه واحده، مبنيه حيطتين ورا بعض. فده الاسلوب بتاع الانكرج مش بينفع في الحيطه لوحدها. حيطة انا هربط ايه الحيطة لوحدها؟ لكن بينفع لو ان الحيطة اسمها مالتي وولز. مالتي وولز يعني حيطتين ورا بعض، انا هربطهم بالزراجين كده مع بعض. ده نوع من انواع الريبير اللي عندنا. في عندنا كمان نوع تاني من الريبير اللي اسمه الاستريتشنج، او اللي هي ان انا بعمل زي دبابيس كده بدبسهم. شكلهم ازاي بقى دول؟ نيجي كده عند الكراكس اللي عندنا، نيجي نعمل زي خرم هنا وخرم هنا كده ونخليه مش منتظم، ونيجي نحط زي كنات كده حديد. فيجي الكراكس يفتح الكنة دي بتشيل التنشن فما يفتحش. ده النوع الثالث من اللي عندنا. الطريقة دي موجودة من سنة 65. هل ينفع نعمل أكتر من طريقة مع بعض؟ ينفع. فممكن تيجي تعمل حقن كمان، وتيجي تعمل اللي هي الدبابيس دي أو الكنات ديت، بحيث تضمن إن حتى الجراوت ده
لو مع الزمن ضعف الكنات ديت هي هتمسك الحطين في بعض، فلو جم يفتحوا لا هتشيل التنشن نفسه. طيب هل الكلام ده نظري ولا لا؟ يعني في حد اختبر الكلام ده؟ لا، في ناس كتير اختبرت الكلام ده. يعني لو احنا جينا بصينا على حيطة بلين ما فيهاش اي جراوت، وحيطة تانية حصل فيها جراوت ورحنا اختبرناها بالفلات جاك، نلاقي ان الجراوت الاسترينس بتاعتها اعلى، فده بيأكد ان الحيطة كفائتها زادت. ممكن حاجة زي كده، دي من غير جراوت، دي هنا كده بجراوت. في ابحاث تانية كتير يعني ازاي ان انت تقدر تعمل ريبير. فكرة كلها ان الريبير ما قاش بجيب خرسانة او اجيب فايبرز او اجيب حاجة مودرن احطها في المنشأة الاسري. الحاجات اللي انا مستخدمها دي كلها هتستخبى، محدش هيشوفها، فدي ميزة التلاتة ريبيرز اللي عندنا. شكل العينات اللي عندنا ممكن اوريها لكم ثانية واحدة. يا شباب الأعمال السنة هتبقى عبارة عن الشتات اللي أنا كنت طلبتها منكم، وهنعمل بحث على أي منشأ حصل له ريبير. كل ستيودنت أو كل إنجينير محتاج إن هو يقدم ريبورت لأي منشأ اتعمل له ريبير قبل كده. معلش يا دكتور، هو الريبورت اللي احنا نعمله ده نعمل الريبير على اساس ايه؟ هل المنشأ حصل له ريبير انواع كتير ولا اسم المنشأ؟ اي منشأ، يعني مثلا لو انا بتكلم على جامع اثري، لو انا بتكلم على مدرسة اثرية، بتكلم مثلا على كنيسة اثرية، بتكلم مثلا على متحف، اي منشأ من زمان اتعمل له ريبير، وانت بتوريني في البحث المنشأ كان قبل الريبير ازاي، وبعدين بعد الريبير ايه اللي حصل له، او ازاي كمان عمل له الريبير، ايه اساليب الريبير اللي هم استخدموها. معايا واضحه كده؟ طب يا دكتور، هو البحث اخره امتى ولا هيتسلم ازاي؟ معانا لغايه نص ستة يا شباب، معانا لغايه نص ستة. امتحانات
كل ما انت خلصت دلوقتي كل ما كان افضل يا شباب يعني عشان الوقت. الفكره كلها بس هتذكر اللي احنا عندنا سنات امتى تتزنقوا الشتات بس الفتره دي انتوا عندكم ايه دلوقتي؟ عندنا كوزات وشتات مضغوطين قوي الاسبوع ده. اه طيب الاسبوع اللي جاي ما احنا معانا لسه اسبوعين. طب هو هيتعمل مثلا وورد ويتبعت لحضرتك ولا يبقى ورق ويتسلم في الكليه ولا ايه؟ ممكن سوفت يا شباب يعني عايزين نسلموه هارد ماشي عايزين نسلموه سوفت ماشي زي الشيتس كده وخليهم يبعتوه عليه ورد ماشي ما عنديش مشكله خالص خلاص يعني شوفوا ايه الانسب ليكم وانا ما عنديش اي مشكله. شباب انتوا شايفين السكرين اللي انا عاملها ديت دلوقتي؟ اه يا دكتور واضح الاكسبيرمنتال بروجرام دوت تمام. بصوا شباب ده كده شكل اختبار الاكسيال كومبريشن شايفين كده ادي الخمس طباط اهمت وادي البليت الحديد وادي البليت الحديد وادي المكنه هي نفسها ماشي وادي الاختبار بتاع الشير شايفين ادي الطوبه هي وادي الطوبه وادي الطوبه الثانيه وادي المونه هي يمين وشمال معايا وادي الاختبار بتاع الامبلين ادي عند الزاويه 0 وادي عند الزاوية 90 وادي عند الزاوية 45 معايا وادي الاختبار بتاع الاوت اوف بلين ادي ان هو انا دلوقتي نورمال للبيت جوينت عشان كده شايف الطوب الصغير وادي هنا كده برر للبيت جوينت عشان كده شايف عرض الطوب الكبير دي الاختبارات الموجودة في المعمل لما بنيجي نجيب طوب وعايزين نعرف مقاومته قد ايه للاكسيال للشير للامبلين للاوت اوف بلين ماشي يا شباب تمام. المحاضره بتاعه النهارده محاضره مهمه جدا هيجي فيها اسئله كتير اخر السنه رجاء ان انتوا ذاكروها كويس والحاجات اللي انا قلتها هتيجي ان شاء الله هتيجي. معلش يا دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلي. آه هو انا دلوقتي حضرتك بتقول ان انا ممكن ناخد عينات من اللي هي المنشآت الاثريه دي. اه ساعات كتير اما بيجي نروح نعمل ريبير نلاقي ان الاثر نفسه اتكسر. يعني امبارح للاسف في مسجد السلطان حسن في حاجه مشهوره جدا فيه اسمها الميضه. دي حاجه اثريه معموله مثلا بقى لها فوق ال 2000 سنه. امبارح السقف او جزء من السقف بتاعها اتكسر. فده انا رايح اعمل ريبير هو اصلا حصل له فيلير فانا ممكن اخد جزء منه من الفيلير ده اروح اختبره في المعمل. طب هو لو مثلا الجزء ده ما حصلوش فيلير او حاجه اقدر استخدم الاختبارات اللي احنا قلنا عليها نقدر ناخد كور صغير نقدر نعمل فلات جاك نقدر يعني في اختبارات نقدر نعملها في السايت. طب هل مش لو انا اخدت مثلا كور او اخدت عينات منها ممكن ده هيأثر اصلا على المنشأ ذات نفسه؟ ممكن الكور بيبقى صغير جدا مقارنة يعني فاهمة بمنشأ ضخم. لو انت النهاردة عندك جامع مثلا زي ابن طولون ولا سلطان حسن ولا حاجة ده بتتكلمي في 2 فدان 3 فدان فلو خدت كور او 2 او 3 10 سنتي في 10 سنتي ولا حاجة في الاخر هنملاهم تاني بحجرة ونغطيهم محدش هيشوفهم. النهارده عندي مشكله المنشا هيقع اسيبه يقع ولا اخد حته منه واروح اختبرها واجي اصلحه معايا؟ في شارع المعز ده كل الشارع ده جوامع ومدارس ومستشفيات وحاجات ايام المماليك من حوالي 2000 سنه كل دي حاجات اثريه عشان تصلح لازم نعمل كده زي مش عارف باب زويلة وباب الخلق ومش عارف سور مجرى العيون دلوقتي بيعملوه كل دي حاجات كانت معرضة يعني لعوامل جوية صعبة فحصل فيها فيلير فالحل ان احنا بنختبرها عشان نقدر نعرف هي هتشيل قد ايه. ماشي الحال؟
حد ليه اي استفسار يا شباب؟ حد ليه اي سؤال؟ دكتور ام بي سي 4 دي تقفل المايك. هي ترى دي اخر محاضره تاني. اتفضل يا باشمهندس. انا معاك باشمهندس او المهندسه اللي بيسال. بقول الصوت عندك انت بقى النهارده كده اخر محاضره. النهارده يعني تقريبا احنا وصلنا ل 90%. ممكن نعمل محاضره تاني حلو عشان اخر محاضره. ممكن نعمل محاضره تاني عشان نقول احنا خدنا ايه ونركز على ايه. الاسبوع اللي جاي ممكن تبقى محاضره زي ريفيجن. تمام تمام كويس ماشي يا شباب. خلاص احنا اتفقنا معانا اسبوعين ثلاث اسابيع بالكتير للبحث. خلاص تمام. خلاص البحث يعني مهم جدا لعمل السنه مع الشيتات. انتوا سلمتوا زميلكم ومروان اتنين شيت كده صح؟ بالظبط. خلاص الاتنين شيت دول عليهم نص عمل السنه والبحث عليه نص التاني. خلاص اوكي يا دكتور شكرا جدا. خلاص توفيق ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا.